بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر هي إحدى الليالي المباركة في الإسلام، وتعتبر من أفضل الليالي عند الله سبحانه وتعالى. تقع هذه الليلة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على فضلها يأتي من القرآن، حيث يقول الله تعالى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. كيفية معرفة ليلة القدر؟ 1. التوقيت. تقع ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وبالأخص في الأيام الوترية 21، 23، 25، 27، 29، ولكن الأكثر تأكيدا في الروايات هي ليلة 27. 2. العلامات. صفاء الجو واعتداله. قبل قيل إن الجو يكون صافيا ولا يكون شديد الحر ولا شديد البرد. سكون الليل. يشعر المؤمن بسكون وطمأنينة في هذه الليلة. الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها في الصباح يوم ليلة القدر. تطلع الشمس بيضاء صافية بدون شعاع. 3. الإحساس الروحاني. قد يشعر الشخص بشعور عميق بالسلام والطمأنينة والقرب من الله سبحانه وتعالى. من المهم الإشارة إلى أنه لا يمكن معرفة ليلة القدر بدقة مطلقة، لذا يستحب إحياء جميع ليالي العشر الأواخر بالعبادة والدعاء وقراءة القرآن لضمان الفوز بفضل هذه الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.